للوقوف عند تنصل حكومة السودان من وعوده بإجراء انتخابات مبكرة والأوضاع السياسية والاقتصادية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، حياكم الله. لماذا قرر الإطار التنسيقي عدم إجراء انتخابات مبكرة بشكل فجائي رغم وعوده وحديثه عنها قبيل تشكيل حكومة السودان المنبثقة عن الإطار التنسيقي؟ ما سبب في ذلك أستاذ لبيد؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذا القرار غير مفاجئ. كان جميع المراقبين يتوقعون أن الإطار التنسيقي في النهاية سيتنصل عن وعوده في بشأن إجراء انتخابات مبكرة. صحيح أن المبكرة كانت بندا رئيسيا من بنود البرنامج الحكومي، وتم التصويت عليه بشكل مستقل في البرلمان، لكن كنا نعلم أن الإطار التنسيقي كان يهدف من وراء ذلك، من وراء تظاهره بدعم إجراء انتخابات مبكرة، كان يهدف إلى تهدئة الأوضاع عقب دعوة الصدر، وكان ذلك في آب من العام الماضي، دعا الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. فجاءت الدعاءات الإطار التنسيقي بزعمه أنه يدعم انتخابات مبكرة، جاءت لامتصاص هذه الدعوة وتهدئة الأوضاع السياسية من أجل تمهيد كل السبل التي قد تؤدي إلى تشكيل الحكومة، وقد تحقق للإطار التنسيقي ذلك فتشكلت الحكومة بقيادة الإطار التنسيقي. أستاذ لبيد، ولكن هل الأوضاع السياسية والاقتصادية مستقرة في العراق كما يتحدث الإطار التنسيقي؟ خاصة هناك من يدعي أن حكومة السودان أوفت بجميع التزاماتها. لا يمكن الحديث عن استقرار في نشهد بين ليلة وضحوها، بين فترة وفترة انفجارات سياسية وانفجارات أيضا أمنية في عدد كبير من المدن العراقية، وكان آخرها ما حدث في كركوك كما نعلم، وذلك متصلا كان ذلك متصلا بمسألة الخلافات على المناطق المتنازع عليها وتحديدا في كركوك يعني. وقبلها كانت هناك اضطرابات أمنية في ديالى، وكان هناك وعملية الترحيل جارية على قدم وساق من مدن ومن قصبات في مدينة، والتغيير الديموغرافي جار على قدم وساق أيضا في ديالى وفي غيرها. لا يوجد استقرار أمني ولا يوجد استقرار سياسي يعني. هناك معارضة سياسية عريضة في العراق ضد العملية السياسية بصورة عامة، وبالإضافة إلى أن حتى القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية لا يمكن اعتبارها في حالة استقرار، لأن كما نعلم أن غياب التيار الصدري علمنا بكل الإشكاليات والحيثيات التي أدت إلى ابتعاده عن المشاركة بالعملية السياسية، لكن له وجود وله أتباع، ومن المتوقع في أي وقت من الأوقات أن يعود التيار الصدري إلى الشارع ويشكل تهديدا للحكومة، ويشكل عقبة أيضا أمام مسار العملية السياسية. أستاذ لبيد، يعني موضوع أن هناك من يقول أن موضوع انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من المشهد السياسي ساعد في تهيئة الأوضاع في خانة الإطار التنسيقي، ولكن هل أن ما جرى كان متفقا عليه مسبقا أستاذ لبيد؟ هو القول صحيح هذا بأن التيار الصدري بالحقيقة هو الذي مهد السبيل للحكومة بعد للإطار التنسيقي بأن يشكل الحكومة، وهناك خفايا للأمور. احنا الظاهر عندنا كان انه احتجاجات التيار الصدري، وكان التيار الصدري هو الأكثر حظا في مسألة تشكيل الحكومة، لكنه فاجأ الجميع بانسحابه من العملية السياسية، وحتى انسحاب
مرتضى الصدر من العمل السياسي. هذه العملية كانت في ظاهرها هكذا كنا نقرأها، لكن هناك خفايا الأمور. لكن نعلم أن ونتذكر بأن كاظم الحائري وهو المرجع الأساسي للتيار الصدري ويقلدونه، يقلدون كاظم الحائري الذي يقيم في إيران. انتقد التيار الصدري وانسحب من ممارسة مرجعيته، وأوصى بأن كل مقلديه ومتابعيه وأتباعه أقصد أن يسترشدوا بمرجعية علي الخامنائي. وانتقد مقدس الصدر بشكل واضح بأنه، واتهمه بأنه يسعى إلى تفريق أبناء المذهب الشيعي. وهذه كانت واحدة من الرسائل والضغوطات التي تعرض لها التيار الصدري من أجل والتي قادت في النهاية إلى انسحابه من العملية السياسية. وكان الهدف من كل ذلك من أجل المحافظة على وحدة القوى السياسية الشيعية، ومن أجل ضمان أن تقود هي الحكومة، وقد تحقق لها ذلك كما ذكر. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد صميدعي، شكرا جزيلا لكم.